أول شيء ما حد طالب من عندكم مثل ما تفضل سماحة الشيخ. ثانيا ما عندكم شيء نطلبه، ما عندكم شيء، يعني لو عندكم شيء نطلبه يعني يجوز في يوم من الأيام نعتبركم يعني جزء من المسلمين، جزء من كذا، العرب تربطنا بكم صلات تاريخية، صلات كذا، ونطلبه. زين، هو اللي يروح يطلب من شخص كريم، شخص كريم. أنتم قاعد تشوفون إيش قاعد يصير بأبناء غزة، أنتم قاعد تكرمون بنفطكم للصهاينة حتى يعبون دباباتهم ويروحون يقتلون أبناء فلسطين وأطفال فلسطين، هذا كرمكم. فمستحيل واحد عنده مروءة وشجاع راح يطلب من عندكم بهذه الطريقة، إذا ماديا. معنويا ماكو بيكم رجل حتى نقول له تعال قاتلوا ويانا، لأنه لو كنتم رجال فعلا لأخذتكم الغيرة على النساء الفلسطينيات اللي قاعد يوميا يقتلونهن ويعذبونهن وينكلون بهن في فلسطين. هسه بغض ما نريد نتحدث الطائفية، بس انتم مو تقولون ذولا شيعة ورافضة وكذا، ذولا طبهم ما اعرف شنو يا اخي، ذن نساء سنيات والله العظيم، رجالهن هسه رجالهن قاعد يتعاملون مع ايران، هم تركوهن ذن نساء سنيات، نساء عربيات، خلوكم من الطوائف والله العظيم، حتى لعبت نفسنا من الكلام بالطائفة، ذن نساء عربيات قاعد ينكل بهن، احترقن بالمخيمات، حرق احترقن بالمخيمات. ما نريد من عندكم شيء، بصفحاتكم بس، بصفحاتكم بالتويتر وبالفيسبوك وما أعرف إيش، اذكروهم بالخير، هاي هي لا أكثر ولا أقل. تقدرون والله حتى هاي ما تقدرون عليها، لأن قراركم مو بيدكم، قراركم بيد نتنياهو وفتاويكم بيد الحاخام. فش نطلب من عندكم مثلا؟ اكو واحد عنده معركة يطلب من جبان يجي وياه؟ حتى إذا اجى وياه هذا الجبان راح يحتار بيه، راح يحتار بجبنه. فلا تتصوروا نطلب من عندكم شيء، نهائيا ما نطلب من عندكم، ماكو واحد عاقل يطلب من جبان يشترك بمعركة، مستحيل. بس نطلب منكم طلب ونرجو ان تنفذوه، تروحون الى مهرجان الرياض اللي قاعد يصير بالرياض حاليا، هذا المهرجان الراقص، انشغلوا به وتركونا احنا نحارب نيابة عنكم. بس هو هذا الطلب، كل شيء ما نريد من عندكم.